ابغاكم تلتفتون للجماعه ذول اللي ظهروا صحيح. تالي ويعني ابطال السوشيال ميديا اللي يقولون ان احنا نطقطق على بعض. انت تبي تطقطق على بعض طقطق على بعض بعيدا عن مصلحه الانديه السعوديه زين، خليك شفاف، خليك صريح، قل رايك السديد. يعني مثلا انا ممكن اقول لك الان الراي الصحيح والراي السديد. الهلال الان في اسيا، انت يلي مسيطر عليك السوشيال ميديا وفرحان ومسوي نفسك في السناب ومصور نفسك تحتفل بهدف اوروارا، انت فريقك ما اخذ الرخصه الاسيويه، ترى تقدر تقول تتكلم ولا احنا اذا قلنا ترى فريقك ما اخذ الرخصه والفريق الثاني يلعب على النهائي جيت ورديت علينا بعباراتك السوقيه الشوارعيه، انت مرتزق، انت مرتشي، انت 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 ما عندك شيء. احنا شفافين ونقول الصدق، وهذا فهد. بس دقيقه ونذهب الى كلام الرموز.